السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحط بنا الرحال هذه المرة في مدينة يفرن الجبلية. تقع مدينة يفرن في أعالي جبل نفوسة على بعد 125 كيلو مترا جنوب مدينة طرابلس العاصمة الليبية. تعتبر مدينة يفرن ثاني أكبر مدينة في جبل نفوسة بعد مدينة غريان من حيث حجم المدينة والسكان. يتميز أهلها بالكرم وحسن المعاشرة. كانت مدينة يفرن مقرا للمجاهدين ضد الطليان، إذ اتخذها زعيم المجاهدين سليمان الباروني مقرا له، كما اتخذها عاصمة لأول حكومة مستقلة في العصر الحديث، وكان ذلك في سنة 1912. يتكلم أكثر من نصف سكان مدينة يفرن الأمازيغية، ما عدا بعض القبائل العربية مثل أولاد عطية، أولاد يحيى، المساعيد، البراهمة والزرقان. كلمة يفرن كلمة أمازيغية أصلها إفران، ومعناها بالأمازيغية الكهوف، وقد يكون هذا لكثرة الكهوف فيها، أو لعلها نسبة إلى بني يفرن الذين سكنوها في القديم. سنبدأ جولتنا في مدينة يفرن بعد قليل لنتعرف على أشهر معالمها. تقع مدينة يفرن في وسط الجبل، لذلك فهي تعتبر نقطة التقاء بين القاصي والداني من شرق الجبل وغربه وشماله وجنوبه. نحن الآن في طريقنا لزيارة أشهر معالم مدينة يفرن، ألا وهو القرية التراثية أو المدينة القديمة تاغربست، والتي نستطيع مشاهدتها من هذه النقطة. دخلنا لتونا لقرية تاغربست التراثية القديمة في مدينة يفرن. حسب المعلومات القليلة التي تحصلنا عليها من أحد كبار السن في منطقة تاغربست، بأن عمر هذه القرية يقدر بأكثر من 400 سنة على الأقل. تعد قرية تاغربست التراثية من أشهر معالم مدينة يفرن السياحية. سندخل الآن ونتجول في قرية تاغربست لنتعرف ونشاهد ما تبقى من آثار لبيوتها ومعاصرها ومبانيها القديمة. نشاهد هذه المشاهد الأولى لبعض الأبنية القديمة جدا في قرية تاغربست التراثية. يظهر أمامنا هذا المبنى القديم والذي يبدو كبير نوعا ما مقارنة بغيره من المباني. للأسف لا توجد أي معلومات استرشادية لتوضح ماهية ما كان عليه. هل هو بيت أو مجموعة من البيوت يسكنه مواطنون من أهالي القرية، أم هو مبنى إداري كان لخدمة وإدارة شؤون القرية. نشاهد هذا البيت القديم والذي متكون من طابقين في حالة معقولة نوعا ما. نتواجد حاليا في أحد البيوت القديمة في قرية تاغربست، كما أخبرنا أحد الأشخاص الذين يسكنون في هذه المنطقة والذي ترجع أصوله إلى عائلات عاشت في هذا المكان، حيث أخبرنا بأنه في هذا البيت كان يسكن جده الثاني. يظهر أمامنا الآن ما يعرف بالداموس، وهو عبارة عن مكان أو حفرة منحوتة بهذه الطريقة، هي مثل الحجرة. الطابق الثاني أيضا بيت آخر تسكنه عائلة أخرى. نحن نصعد إلى الطابق الثاني. الطابق الثاني فيه وضع أفضل بقليل من الطابق الأرضي.
أشعل السقف علمنا بأنه في هذا البيت كانت تسكنه إحدى النساء حتى ثمانينات القرن الماضي. لاحظوا بالفعل هو بوضع أفضل من غيره، لا نعرف هل كان هذا مطبخ باعتبار وجود بعض الديكورات مثل هذه الفجوات، ربما كانت مثل الرفوف أو شيء من هذا. لاحظوا امتداد هذه الحجرة في هذا الممر الصغير مثل السقيفة. نتابع مشاهداتنا لهذه الأبنية القديمة في منطقة تاقربوست. عبق الماضي يتجسد هنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نلاحظ أن بعض البيوت في قرية تاقربوست تبدو أحدث قليلا من غيرها، مثل هذه الظاهرة أمامنا الآن، ونستطيع ملاحظة ذلك من نوعية الإسمنت المستخدمة وأيضا أعمال الديكورات الموجودة في هذه البيوت، الشبابيك أيضا كما تظهر في هذا المبنى. نشاهد أمامنا إحدى أقدم معاصر الزيتون في قرية تاقربوست، يقدر عمرها بعمر هذه القرية. هذه المعصرة كانت تستخدم فيها الإبل لعصر الزيتون، للأسف تعرضت للإهمال الشديد سبحان الله، حتى إن أحدنا ما زال يستطيع أن يستنشق رائحة الزيتون تفوح في هذا المكان. أما الآن فيظهر أمامنا جامع القرية، وهو جامع قديم ويقدر عمره أيضا بأكثر من 400 سنة. دعونا نقترب ونشاهد الجامع من الداخل. نصعد الدرجات الآن التي ستقودنا إلى ساحة جامع تاقربوست. هذا هو المدخل الرئيسي للجامع ولكنه مقفل، وبالتالي لا نستطيع إلقاء نظرة عليه من الداخل. هذه هي ساحة الجامع وهي صغيرة نسبيا، على ما يبدو بأن في هذه الساحة أيضا كانت تقام بعض الصلوات، وخاصة في المناسبات عندما يكتظ الجامع من الداخل بالمصلين، حيث نشاهد المحراب. علمنا أيضا بأن كان هناك خطأ في القديم في اتجاه القبلة، حيث كان المحراب متجه نسبيا ناحية الجنوب. طبعا فيما بعد تم تصحيح الاتجاه نحو الاتجاه الصحيح للقبلة. بالرغم من أن جامع تاقربوست يبدو مرمما حديثا، إلا أن الصلاة توقفت فيه في العقود الأخيرة بعد أن تم إنجاز الجامع الحديث، والذي نستطيع أن نرى مئذنته الخضراء من هنا.
ما زلنا نتجول في قرية تاقربوست التراثية في مدينة يفرن، وتظهر أمامنا الآن المدرسة القرآنية التي كانت تدرس القرآن الكريم. نلاحظ بأن المدرسة في وضع جيد ومعقول نسبيا. علمنا بأنها كانت تعلم القرآن ربما حتى منتصف القرن العشرين. لا توجد معلومات موثقة عن التاريخ التي توقفت فيه هذه المدرسة بتعليم القرآن الكريم. ما زلنا نتجول في مدينة يفرن، وها نحن قد اقتربنا كثيرا من معلمها الثاني، وهو المدينة القديمة القصير، تظهر خلفي مباشرة. كما علمنا بأن مدينة القصير القديمة تعتبر في وضع أفضل حالا من مدينة تاقربوس التاريخية والتي زرناها قبل قليل. نشاهد بقايا الأبنية القديمة في منطقة القصير، وهي أيضا موجودة في منطقة مرتفعة. بعض الشيء على ما يبدو أن معظم القرى القديمة في مدينة يفرن كانت تبنى على ارتفاع معين. لاحظوا، هذا يبدو مدخلا رئيسيا لأحد البيوت. نعم بالتأكيد، حسب مشاهداتنا بأنه يبدو هذا المكان كان مسكونا حتى على الأقل نقول 30 أو 40 سنة مضت خلال الوضعية. هذه حجرة، وهذا درج يبدو يؤدي إلى مكان مخصص لشيء ما. نعم، درج آخر يقود للطابق الثاني. للأسف ليست لدينا معلومات تفصيلية حول ما نراه من معالم هنا. وفقا لما نشاهده حتى الآن في قرية القصير القديمة، لا أستطيع شخصيا أن أقول بأنها فعلا في وضع أفضل من قرية تاقربوست، وأعتقد بأن كلا القريتين القديمتين في نفس الوضع تقريبا من الناحية التاريخية. وبالتالي سنكتفي بهذا القدر من تجولنا في قرية القصير، لنحاول أن نستكشف ونزور معلمنا القادم، وهو أحد الجوامع القديمة في مدينة يفرن. نحن الآن أمام أقدم جوامع مدينة يفرن، جامع تيوا تريوين، أو كما يترجم باللغة العربية جامع الدعاء أو الدعوات. يعتقد بأن جامع تيوا تريوين كان في الأصل معبدا يهوديا حتى دخول الإسلام لهذه المنطقة. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها بأن تم تحويل هذا المبنى إلى جامع منذ سنة 165 هجريا، وبالتالي يكون عمر هذا المبنى كجامع حوالي 1200 سنة. سنقترب من هذا الجامع ونلقي عليه نظرة من الداخل.
نقترب من جامع تيوة تريوين الموجود في أعلى هضبة هذا مدخل لحجرة صغيرة جدا أمام المدخل الرئيسي للجامع لا نعرف لماذا ترمز اللي هي كانت مكانا للوضوء أو لشيء آخر لا توجد أي معلومات هذا هو مدخل الجامع نشاهد المئذنة وبها أحد المصابيح المضاءة كما يبدو هذا كان مكانا مخصصا للصلاة وهذا أيضا شاهد تعتبر وضعية جيدة إذا ما اعتبرنا عمر الجامع أو هذا المبنى أكثر من 1000 سنة لكن بالتأكيد قد تم الاعتناء به وإجراء العديد من أعمال الصيانة والترميم خلال القرون الماضية سنحاول الصعود للأعلى إذا استطعنا نحن الآن على سطح جامع تيوة تريوين طبعا جامع تيوة تريوين جامع صغير جدا وبالتالي فإن عدد المصلين الذين كانوا يصلون يوما ما في هذا الجامع كان قليل جدا ربما لا يتجاوز حتى 20 شخصا نشاهد منظر عام طبعا من هنا لبعض قرى مدينة يفرن القرى الحديثة طبعا نشاهدها نشاهد أيضا بعض أشجار الصنوبر وهي متناثرة بين الوديان والجبال منظر جميل جدا هذه هي المئذنة وأفسر وأعتقد بأن هذه أو هذا المصباح الموجود هنا والذي يشتغل في الوقت الحالي ربما يكون أو يعمل كمثل المنارة في هذه الحالة فقط ليضيء للمارة خاصة في وقت الليل مئذنة الجامع تظهر أمامنا طبعا هذه هي الساحة الخلفية الجامع تشاهدون من هذه النقطة طبعا كيف تبدو المنطقة القريبة نزور الآن معصرة أخرى من معاصر الزيتون في مدينة يفرن ولكن هذه المرة في منطقة أشجارنا إحدى ضواحي مدينة يفرن هذه المعصرة هي في وضع أفضل بكثير من المعصرة التي زرناها في قرية تاغربوست التاريخية كما تشاهدون لاحظوا للأسف لم نتحصل على أي معلومات تاريخية عن عمر هذه المعصرة نزور الآن معلما آخر من معالم مدينة يفرن السياحية نزور بيت إيسيليان هذا البيت
الموجود في منطقة إسيلين في شجارنا في مدينة يفرن. هذا البيت والذي يقدر عمره بأكثر من 200 سنة هو نقطة اجتذاب واستقطاب للعديد من السياح من داخل ليبيا وخارجها. في هذا البيت والذي يقدر عمره بأكثر من 200 سنة والذي تملكه عائلة مادي والتي قامت بمجهود كبير جدا للمحافظة ولإبراز الهوية التراثية الجبلية لأهالي المنطقة القدامى. نتوقع أن نستمتع كثيرا بمحتويات هذا البيت من الداخل. سنقوم بجولة داخل هذا البيت لنتعرف ونستمتع بما نراه من مقتنيات وآثار ومعمار. هذا هو المدخل الرئيسي لبيت إسيلين. نحن الآن موجودون في السقيفة. نشاهد لوحة بها أحرف التيفيناغ وهي الحروف الأمازيغية. نشاهد طبعا وكما علمنا بأن هذه الأغصان هي أغصان الزيتون وهي الأغصان الأصلية التي استعملت في أسقف هذا البناء. ندخل الآن بيت إسيلين والذي يتكون من مجموعة من الحجرات كانت تسكن في كل حجرة عائلة. في هذه الحجرة طبعا وحديثا تم استعمالها لعرض بعض اللوحات والمقتنيات التراثية. شاهد مجموعة جميلة جدا ومنتقاة من هذه الأدوات والمنسوجات أيضا التقليدية. وفي هذه الحجرة والتي تبدو كأنها صالة للجلوس في الوقت الحالي طبعا نشاهد بها هذه الأداة وهي ما يعرف بالمزدة لنسج بعض الملابس التقليدية القديمة لأهالي المنطقة ولليبيا بصفة عامة. حجرة أخرى على ما يبدو صالة جلوس أيضا. طبعا الجزء العلوي دائما في كل حجرة هو مخصص للنوم. شاهد هو مرتفع قليلا عن المدخل الرئيسي. في هذه الحجرة نشاهد بعض المعروضات لبعض الصور القديمة. كما أخبرنا صاحب هذا البيت الآن بأن في هذه الصورة يظهر جده وهو الذي كان يدرس في جامع الأزهر. وهذه بعض الوثائق والمخطوطات التي كتبها بخط يده. صور أخرى تعرض بعض ما عناه أهالي منطقة يفرن أثناء حصار كتائب القذافي لهذه المدينة، حيث قاموا بنقل جرحاهم بواسطة الحمير والبغال. تعرضت المدينة طبعا لحصار شديد جدا من قبل كتائب القذافي في تلك الفترة. حجرة أخرى مخصصة للنوم. شاهدوا معنا مناظر جميلة جدا. طريقة المحافظة على هذا البيت فعلا تستحق الشكر والإعجاب الشديد. يجب أن أذكر بأن هذه الأبواب هي أبواب جديدة نسبيا فقط للمحافظة على المظهر العام. هذا هو المطبخ.
وفي أسفله توجد مساحة أخرى مخصصة للتخزين. حاول أن ننزل بها كل المقتنيات من جرار وأدوات كانت تستخدم في أعمال الطبخ. عائلة مادي المسؤولة والمالكة لهذا البيت والتي قامت بترميم وصيانة هذا البيت بجهدها الذاتي، قامت أيضا باختيار بعض الأسماء التاريخية القديمة لبعض المدن الليبية القديمة جدا في كل حجرة أو أمام كل حجرة من حجرات بيت سيلين. فمثلا هذه الحجرة سميت أو تسمى بجرمة، وهي إحدى المدن القديمة الأثرية في جنوب ليبيا. أما هذه الحجرة فتسمى بلبدة، وهي عبارة عن حجرة تجسد حجرة النوم في الوقت الحالي، بها بعض اللوحات الفوتوغرافية التي التقطت بواسطة أحد أبناء عائلة مادي. والله شعرت بفخر شديد وإعجاب كبير جدا لهذا المعلم السياحي الخاص بيت إيسيليل، ففي هذا المكان استطعنا أن نستمتع ونستكشف التراث الليبي القديم في منطقة جبل نفوسة بأسلوب عصري حديث. شعرت أيضا باحترام كبير جدا لعائلة مادي، العائلة المسؤولة عن هذا البيت، العائلة التي بذلت مجهود كبير جدا من أجل المحافظة على هذا البيت بترميمه وصيانته لإبرازه بالشكل المناسب للزوار سواء كانوا من داخل ليبيا أو من خارجها. أكرر مرة ثانية، شعور من نوع خاص في هذا البيت، بيت إيسيليل. بهذا البيت نكون قد اختتمنا زيارتنا لمدينة يفرن. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما شاهدتموه. أشكر حسن وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم بشير بريكا من داخل بيت إيسيليل في منطقة شجارنا مدينة يفرن ليبيا. Thank you.